أفاد مراسل العربي أن القوات السعودية في جزيرة سقطرة اليمنية انسحبت انسحابا كاملا من النقاط العسكرية في محيط مدينة حديبو عاصمة الجزيرة. في الأثناء وصل الطيران السعودي الحربي التحليق في أجواء اللواء الأول مشاة بحري الذي أعلن تمرده في وقت سابق. هذا ووصل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التحشيد العسكري في الجزيرة. ونبقى في اليمن، حيث أكدت مصادر محلية مقتل عدد من المقاتلين الحوثيين بينهم القيادي الميداني عبد الله قرموش السلالي وإصابة آخرين، وذلك خلال مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في مديرية وهبية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وأسفرت الاشتباكات أيضا عن مقتل 3 جنود من الجيش اليمني وإصابة 5 آخرين برصاص الحوثيين. ينضم إلينا من مأرب مراسلنا عمر المجرمي. عمر، ضعنا في صورة التطورات في سقطرة، وهل يعني ربما اتضحت أسباب الانسحاب الكامل من قبل القوات السعودية من النقاط العسكرية في محيط العاصمة؟ نعم ماجد، قبل الحديث عن الوضع في سقطرى، هناك معلومة حديثة حصلنا عليها من مصادرنا في القوات الحكومية، وهي مصرع قائد القوات الخاصة الحوثية محمد عبد الكريم الحمران على يد الجيش اليمني خلال المواجهات غرب محافظة مأرب شرقي اليمن. المسؤولون في القوات مسؤولون عسكريون في القوات الحكومية يؤكدون بأن هذا هو أهم مسؤول عسكري حوثي قتل على يد الجيش اليمني خلال السنوات الأخيرة. بالعودة إلى سؤالك، الوضع في سقطرى هو يعني خطير جدا، هو منذ أول يوم دهمتها قوات الانتقال المدعومة إماراتيا، واعتدت على أبناء المحافظة واقتحمت معسكرات الدولة، وكذلك اقتحمت المبنى السلطة المحلية للمحافظة، مبنى السلطة المحلية المبنى السلطة المحلية لجزيرة حديبو. لكن التحدث عن انسحاب القوات السعودية، هي في اللحظات الأخيرة عادت القوات السعودية إلى أماكن وإلى المواقع الأمنية وإلى النقاط الأمنية، وعملت بشكل كامل على تأمين مدينة حديبة. وتواصلنا قبل قليل مع مصادرنا الرسمية هناك، وأكدت عودة القوات السعودية إلى النقاط الأمنية التي انسحبت منها أمس. كانت هناك مخاوف كبيرة لدى المواطنين من اندلاع مواجهات جديدة أو من انفجار عسكري كبير أكبر من ذي أكبر من المواجهات العسكرية التي حدثت في الأيام الماضية، مخاوف كبيرة لدى المواطنين. لكن القوات السعودية بعد التحليق الطيران الحربي السعودي على في أجواء سقطرى، عملت أيضا على إعادة هذه القوات إلى مواقعها الأمنية وإلى النقاط الأمنية، وعملت وفق هذه المصادر إلى تأمين بشكل كامل على مدينة حديبو. التعزيزات التي تصل من الانتقال من المدن الجنوبية مستمرة إلى محافظة سقطرى أمر خطير، يهدد بتقويض الأمن ويهدد كذلك أو يسقط هيبة الدولة من أعين الجميع في سقطرى. القوات الحكومية أو القوات الرسمية من الرئاسة ورئاسة الحكومة لا تزال صامتة حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي موقف رسمي من الحكومة الشرعية إزاء ما يحدث من تصعيد خطير من الانتقال المدعوم إماراتيا في سقطرى. فالتعزيزات لا تزال متواصلة. الأمر الذي أحال دون الانفجار الجديد هو عودة عودة القوات السعودية إلى 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 النقاط. في هذه اللحظات ماجد، هدوء حذر يسود المحافظة، وهناك مخاوف كبيرة أيضا من اندلاع مواجهات جديدة. بالنسبة لمحافظة البيضاء وسط اليمن، اندلعت مواجهات جديدة وقتل العديد من الحوثيين بينهم عبد الله قرموش السلالي وهو قيادي حوثي، بالإضافة إلى مقتل العديد من الحوثيين وإصابة آخرين، كذلك مقتل ثلاثة من القوات الحكومية وإصابة 5 آخرين خلال المواجهات. فالمواجهات هناك تنذر بتصعيد عسكري أكبر من ذي قبل. شكرا لك مراسلنا عمر المقرمي، كنت معنا من مأرب.